السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لازلنا مع أعلام القرون المفضلة بعد صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، وكنا قد تناولنا ثلة مباركة من أصحاب والصحابيات التي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضينا في هذه السلسلة في هذا العام وفق طريقة اتبعها كثير من أهل العلم، ألا وهي حسب وفيات الصحابة رضوان الله عليهم. وأحببنا في هذه الحلقات أن نتكلم عن أناس أعمارهم في الإسلام ليست طويلة، لكن منازلهم عند الله سبحانه وتعالى عالية. فتكلمنا عمن مات في السنة الأولى كأسعد بن زرارة، ومن مات في السنة الثالثة كشهداء أحد، ومن مات في السنة الرابعة كشهداء بئر معونة والرجيع، ومن مات في السنة الخامسة كشهداء الخندق، ومن مات في السنة السابعة كشهداء خيبر، ومن مات في السنة الثامنة كشهداء مؤتة. ثم عرجنا بعد ذلك على صحابيات وأعلام أيضا من النساء في تاريخ هذه الأمة، فتحدثنا عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أمهات المؤمنين. ولازال حديثنا متصلا حول هذه النماذج وهذه القدوات من الصحابيات التي كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض أمهات المؤمنين التي توفينا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا قصة خديجة بنت خويلد بالأمس، تلك القصة المبهرة العجيبة لهذه المرأة. واليوم حديثنا عن قصة أراها شخصيا أعجبا من هذه القصة، قصة امرأة عجبا من العجب، تعيش حياتها كلها امرأة عادية، ثم في آخر 3 أشهر أو 2 شهر ويزيد قليلا من حياتها تصبح أم المؤمنين. تخيل أخي الكريم، والله درس لا أستطيع أن أعبر عما يجول في نفسي وفي خاطري تجاهه. زينب بنت خزيمة الهلالية، زوج رسول الله، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قصتها عجب من العجب. حينما تبحث في هذه القصة قد لا تجد فيها معالم كثيرة أو مواقف كثيرة لهذه المرأة، غير أنها من السابقات، من المهاجرات. لكن يحدث شيء غريب عجيب، أن تصبح أما للمؤمنين في آخر 3 أشهر من حياتها. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أكثر من مرة تزوج خديجة وهو عنده 50 سنة، 25 سنة، وماتت عنه وهو عنده 50 عاما، أي بقي معها 1/4 قرن من الزمان وحدها، لم يشاركها في أحد غيرها ولم تشاركه، وهذا من كرامتها وفضلها. لما ماتت بعدها بأيام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. وحينما تقرأ قصتها وطبيعة شخصيتها تتعجب أيضا، أي والله. ولكن العجب يزول إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء النسوة لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. سودة هذه امرأة مغمورة، ليست ذات حسب ولا نسب ولا جمال ولا أي مقومات إلا الإيمان، وأن الله يصطفيها لتكون زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم. سأتحدث الآن، امرأة عادية جدا حتى في صفاتها الخلقية، ومع ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وحدها 3 سنين، حقبة اللي أخذناها في دروس السيرة، من شاركت النبي صلى الله عليه وسلم معه كانت سودة وحدها، العام 11 و12 و13 بل و14. وفي آخر 14 تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة في السنة الأولى من الهجرة، وفي السنة الثانية تزوج حفصة بنت عمر.
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كانت بعد 50 من عمره في 13 سنة الباقية. سودة هذه قصتها عجيبة بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وقد ذكرنا طرفا من قصتها بالأمس حينما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. ويعني يبدو أنها في سؤال هنا، لماذا أراد أن يطلقها؟ لم يكن هناك شيء كبير يذكر في كتب السير أنها فعلت شيء أو قامت بشيء ليطلقها النبي عليه السلام، لكن يبدو أنه استغنى عنها، ومن فقهها ودينها وورعها رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت والله يا رسول الله ليس في الرجال، ليس لي في الرجال حاجة، خلاص سنة كبير ولكني أتمنى أن أموت وأنا زوجة رسول الله، أتمنى أن أكون زوجتك في الجنة، أرجو ذلك. وقدمت معروفا، وهبت يومها لعائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قصة عجيبة جدا، امرأة وبقيت رضي الله عنها سودة بنت زمعة. قصة زينب بنت خزيمة هي أعجب من هذا، امرأة بقيت حياتها كلها امرأة عادية من الصحابيات. زينب بنت خزيمة بنت الحارث الهلالية العامرية، إخوتها لأبيها أم الفضل أم بني العباس زوجة العباس بن عبد المطلب لبابة، ولبابة أم خالد بن الوليد، وأختها لأمها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. في خلاف كبير بين العلماء من كان زوجها قبل الإسلام، وأشهر الأقوال على قولين، إما عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه السلام اللي مات في غزوة بدر في أعقاب غزوة بدر، إما أنه عبد الله بن جحش، وهذا هو الأرجح، وهو أيضا قد مات في أحد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد موت زوجها شفقة عليها. تخيل أن امرأة تعيش حياتها كاملة كاملة، امرأة عادية سائر الناس، وفي آخر 3 أشهر أو شهرين وأقل من 3 أشهر يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تموت. يعني أي اصطفاء، أي اختيار. ليس في قصة زينب إلا لقب يدل على شخصيتها، أنها كان يطلق عليها أم المساكين، وهذا اللقب أطلق عليها رضي الله عنها وأرضاها من شدة اهتمامها وصدقتها وبرها بالمساكين، فكان يطلق عليها هذا اللقب أم المساكين، وهو لقب ذات مدلول في الحقيقة، رسالة للنساء وللرجال، ونحن في شهر الصدقات. أم المؤمنين زينب يطلق عليها أم المساكين، لماذا؟ لا، لاهتمامها ولكثرة نفقتها واهتمامها بشأنها. الله سبحانه وتعالى يصطفيها. تمدركين أخواننا يعني إيه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخوات مدركة هذا المعنى؟ أم المؤمنين. يعني السؤال المهم هنا في قصة زينب، لماذا؟ لماذا؟ يعني كيف إن الإنسان يكون حياته كلها إنسان عادي ويختم له هذه الخاتمة العظيمة أن تكون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن تكون أما للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكنه في الجنة، كل هذا يا سبحان الله، ماذا كان في داخلها؟ ما الذي انطوى عليها طويتها الجميلة المؤمنة المحتسبة؟ ماذا كان؟ ما هذا القلب الذي يختار الله سبحانه وتعالى في آخر لحظات عمره؟ يعني لك أن تتخيل مثلا إن هي كانت ماتت قبل كده بشهرين بس، تذكر امرأة عادية من شأن السابقات والصحابيات، ترفع هذه المنزلة العالية. والله يا إخوة وأخوات الكريمات، إن دل هذا يدل على أن هذه المرأة كانت سريرتها عظيمة، أن يختار الله سبحانه وتعالى لها هذه الخاتمة في حياتها في آخر 3 أشهر من حياتها رضي الله عنها. وليس في قصة زينب بنت خزيمة إلا هذا، أنها كان يطلق عليها أم المساكين، وأنها من المهاجرات الصحابيات السابقات، وكانت زوجة لأبطال ولأعلام من أعلام الأمة، والموقف الأعظم أنها ختم لها
أنها كانت أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ممن توفي باكرا قبل هذه الأحداث كلها، وبما أننا نتكلم في من توفي في زمن رسول الله من أعلام الأمة، سمية أم عمار. ودعونا نحكي قصة هذه المرأة العظيمة، فأنا أرى شخصيا أنها ما تأخذ حقها في أوساطنا وفي أوساط أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وأولادنا. سمية أم عمار، بيت مبارك. تعالوا نسمع عن البيت ده. اسمها سمية بنت خياط، ونحفظ جميعا أنها أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. قبل ظهور الإسلام قدم ياسر بن عمار رضي الله عنه من أرض اليمن إلى مكة وأقام بها، فحالفه أبو حذيفة بن المغيرة وزوجه سمية بنت خياط، وهي كانت أمة له، امرأة عادية، أمة عند أبو حذيفة بن المغيرة، زوجها ياسر ابن عامر اللي هو أبو عمار أتى من بلاد اليمن، قعد في مكة، تزوج سمية أمة. ولما ولدت سمية عمارا أعتقها أبو حذيفة، لما ولدت عمار لياسر أعتقها أبو حذيفة. ولما جاء الإسلام بيت بكامله من السابقين إلى الإسلام، إذا كنت نتكلم بقى عن السابقين دول أسبق السابقين، ياسر وزوجته سمية وابنه عمار، هؤلاء هم أعلام أمتنا أيها الكرام. وحق لنا أن نسمع تفاصيل حياتهم. بيت بأسره، خلي بالك البيت ده أسلم في ظروف في غاية الصعوبة، اللي كان يسلم في الأيام دي كان يقتل، وقد قتلوا، قتلوا مش تعذيب عادي، لا لا لا، تقدر تقول دي أصعب مراحل مرت على الصحابة لما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة. قيل إن سمية كانت سابعة سبعة في الإسلام، فعن مجاهد رحمه الله أنه قال: أول من أظهر الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وبلال، وصهيب، وخباب بن الأرط، وعمار بن ياسر، وسمية أم عمار رضي الله عنهم أجمعين. البيت كله أعلى الإسلام، ودي نادرة. ممكن تجد بيوت من كبار الصحابة ما دخل بيت الإسلام، لكن الرجل وزوجته وابنهم دخلوا الإسلام، وما وليس دخولا عاديا، اقتلوا ابتلاء شديد. كانت سمية بنت خياط رضي الله عنها بعد إسلامها ممن يعذب في الله عز وجل لترجع عن دينها فلم تفعل، وكانت يومئذ عجوزا كبيرة ضعيفة، وكان رسول الله يمر بسمية وزوجها وابنها عمار رضي الله عنهم وهم يعذبون في رمضاء مكة. شوف الحر النهاردة كيف، فبلك بحر مكة يومها، يمر رسول الله السلام ولا يستطيع أن يصنع لهم شيئا. بعض الناس اللي بيصوروا لك دايما أن الحل الوحيد هو القتال، الحل الوحيد هو الجهاد، أو بالأحرى الحل الوحيد هو الصدام، وليكن ما يكن، منموت. الرسول السلام شرع لنا خيارات تانية يا أخوانا، ليس هذه استكانة ولا ضعف ولا مذلة كما تسمع من هذه الأبواق، لا، ده هدي النبي السلام. لماذا لم يموت النبي السلام في سبيل هؤلاء؟ ما كانت هناك دولة أصلا ستقام، كان يقدر هذا الأمر كمصلحة ومفسدة عليه الصلاة والسلام. هناك خيارات أخرى قد يقوم بها المؤمنون. الرسول السلام بمر عليهم بيقول إيه؟ ما الخيار المطروح؟ القتال، الجهاد، لا، الخيار المطروح الصبر. هذا خيار عظيم، لا تفجر نفسك عبثا كما يفعل البعض، أو لا تفجر نفسك معنويا تدمر وتحبط وتيأس لما يحدث للمسلمون هنا، للمسلمين هنا وهناك، وكأنك تريد أن تنتحر لتنقذهم. هذا شعور جميل، لكن يبقى السلوك، يعني الشعور الإيمان اللي في القلب عظيم جدا، أن يحزن الإنسان لكن ليس حزنا يدفع لليأس والإحباط والقعود عن العمل. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يا أخوانا ده خطاب قيل لرسول الله من شدة حزنه أن الناس دي مش هتسلم، كان هيموت نفسه عليهم. قاتل نفسك، باخع أي قاتل، هيموت من الحزن والكمد، إزاي الناس دي
وربنا سبحانه وتعالى بيقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات انك لا تهدي من احببت. الرسول السلام كان هيموت وعمه يسلم. فانت النهارده بتبقى نفسك ان الناس تسلم وان البلاء يرفع عن المسلمين، نعم ده شعور جميل جدا، شعور في القلب، لكن لا يكون حزنا يدفع للياس، يدفع عن القعود عن العمل، لا، حزن محمود يدفع لمزيد من العمل. طب والخيارات؟ صبرا صبرا، ما نرى وما يحدث لاهلنا ولمسلمين في اقاصي العالم الاسلامي، نقول صبرا صبرا لما يحدث في بورما في فلسطين هنا وهناك، نتمسك بقول النبي عليه السلام، هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. صبرا آل ياسر، ما يستطيع ان يفعل اكثر من هذا، لا يستطيع ان يقتل ابو جهل وهو يراه يعذبهم، هذا مشهد صعب ان يرى الانسان اخوانه يعذبون امام عينه كما نرى اليوم، يقتلون يشردون تقصف بيوتهم تمزق اشلاؤهم، نعم نحن مقصرون، لكن ليس معنى ذلك ان ينتحر الانسان، ان يقوم باي عمل يائس. ما هو الاحداث دي لو الانسان مش مستحضر مثل هذا، اما تدفعه الى تصور يائس، خلاص بقى غير الاسلام هينتصر وظن الجاهليه والدين ده دين ضعيف، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ما دي تصورات بائسه. ها مش ربنا قال كده؟ وهمتهم انفسهم، طوائف كانت موجوده حول الرسول صلى الله عليه وسلم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. ايه ظن الجاهليه؟ ان الاسلام هيهلك، ده تصور يائس او تصرف بائس يائس، مش عارف حاجه يعملها يفجر نفسه. فاي حد يقول لك ده انا هموت شهيد، مين قال كده؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صبرا صبرا، ده خيار. سيدنا موسى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي، مع ناس مسلمين زينا كده يا اخوانا، ادخلوا الارض المقدسه ده ربنا كاتبها لكم، التي كتب الله لكم. قالوا ايه؟ ان فيها قوما جبارين، فيها ناس عمالقه، ناس عندها امكانيات كبيره قوي، اقتصاد واعلام واسلحه و طب واحنا؟ والله انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فان داخلون. يا معقول؟ طب فين الدين طيب يعني؟ فين البذل؟ فين التضحيه يعني؟ هو اذا كنت انت مش هتبذل لدين ربنا، الا ما الكفار يموتوا والمنافقين يسلموا والشيطان يموت، وبعدين يعني انت هو دورك انت فين؟ ما هو ده منطق، خلي بالك دول مسلمين برضه، نتكلم عنهم دول مسلمين. وفيهم ناس صالحين، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما بالايمان والتقوى، ادخل عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. المسلمين يقولوا ايه؟ ضعاف الايمان اللي زينا كده. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيه، وبعدين اذهب انت وربك فقاتلا. طب سيدنا موسى يعمل ايه؟ يكمل في المعركه؟ يموت نفسه يعني؟ قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. ده خيار. سيدنا ابراهيم لما النمرود اراد منه ان هو ياخذ ساره، انت مدرك؟ مدرك نبي كافر، واحد كافر ظالم باغي عاوز ياخد منه زوجته يفعل بها الفاحشه، هيموت نفسه، هيعمل يعني انت لو انت مكانه هتعمل ايه؟ خليل الرحمن هيدافع عنها لحد ما يموت، ما هو هيموت وهيوزن بقى برضه، هل يقدر يدافع اصلا؟ ما تكون دوله واقفه قدام واحد هيعمل ايه؟ هيفوت النفس والعرض والدين، وقف يصلي ويدعو ربنا. في خيارات؟ اه في خيارات. مين قال ان الخيار الوحيد القتال او الجهاد؟ ها ده لو جهاد شرعي. مين قال ان الخيار الوحيد الصدام؟ ايوه ده خيار مشروع بضوابطه، لكن مش الخيار الوحيد. انا ذكرت لك الان ثلاث صور للخيارات. ابراهيم صلى ودعا الله. موسى قال ربي اني لا املك نفسي واخي، وراح يرب الناس يجيب جيل جديد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنه. وشوف بيبشر بايه عليه الصلاه والسلام؟ ما بشرك بتمكين ولا كذا دلوقتي، لان هو بيبشر افراد اصلا بيعذبوا في الغالب هيموتوا ومات. صبرا آل ياسر، آل بيت مبارك وشهاده من الرسول السلام. احنا حافظين المبشرين بالجنه العشره وهم كده، لكن في اخواننا ناس تانية الرسول السلام بشرها بالجنه. منهم دول ياسر وسميه اللي بتتحدث عنها، اعلام هذه الامه. قال وظلت على رفضها. قال جابر رضي الله عنه وارضاه يقتلوها فتأبى الا الاسلام، وظلت على هذا حتى طعنها ابو جهل في موضع عفافها فماتت رحمه الله. ابتلاء شديد جدا. في بعض الروايات انه جاب جملين وربط الرجل ده في جمل والرجل ده في جمل، وضرب الجملين عشان كل جمل يجري في اتجاه فيفسخوها ويمزعوها،
ففعل الجملان ما فعل، لكن موضع الحوض كان متماسك جدا، فطعناها الكافر في موضع عفتها لتشقن الصلاة. أي بلاء بالله، أي بلاء، بلاء رهيب، تعذيب شديد، موتة بشعة، لكن في سبيل الله. والله العظيم سمية تضرب المثل، آية من آيات الله رضي الله عنه وارضاه. احنا ممكن ما نعرفش القصة سمية دي كلها إلا موقف موقفين، إن هي أسلمت وعذبت وهي استشهدت في سبيل الله. أول شهيدة لما أبو جهل قتل يوم بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل الله لعمار، قتل الله قاتل أمك، هي وجوزها رجل كبير يموت تحت التعذيب. رسالة لكل مسلم أن يصبر على ما يصيبه في ذات الله سبحانه وتعالى. أولئك هم آباؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم، أعلام هذه الأمة ممن مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. السلام.